الله، الوطن، الملك. بهذه الكلمات تتلخص قصة كل نشمي ونشمية في هذه الأرض المباركة، وتروى حكاية الأردن الغالي. بهذه الكلمات بني الأردن بهما من أخلصت إيمانها لله وعشقت انتماءها لتراب الوطن، وتفاخرت بولائها لقائدها ومليكها. وإذا كان الحديث عن الإخلاص والانتماء والولاء، كان الحديث عن نشامة ونشميات الأمن العام. لقد حققت الدولة الأردنية الاستقرار والأمن بأضلاع ثلاث، وكان لجهاز الأمن العام في كل ضلع حق. فضلع الاستقرار الأول قائدنا الهاشمي العربي عبد الله الثاني ابن الحسين، سليل الدوحة المحمدية الذي أولى كافة مؤسسات الدولة الرعاية والاهتمام، وكان لجهاز الأمن العام نصيب كبير من ذلك، فوصل إلى ما وصل إليه من تطور وحداثة مكنته من النهوض بمسؤوليته في توفير الأمن والأمان. أما الضلع الثاني فهو شعب أردني وفي، نحن منه وهو منا، نتقاسم معه حب الوطن، ونحمل معا همه، ونرجو رفعته، ونسعى لذلك. تجمعنا أخوة الانتماء لتراب الوطن، ويعلم كل مواطن فيه أنه رجل أمن، ويدرك كل رجل أمن أنه مواطن في خدمة الوطن. وضلع الاستقرار الثالث قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية تسندنا ونساندها، وتتكامل جهود الجميع حفاظا على أمن الوطن واستقراره. كلنا في خندق واحد، وبوصلتنا على الدوام باتجاه الوطن. لقد شهد الأمن العام منذ تأسيسه نقلات نوعية، ومر بمحطات عدة رسخت واجباته الأساسية في حماية الأرواح والأعراض والممتلكات، كشف الجرائم وتنظيم الحركة على الطرق، وتوسع في دوره الخدمي ليتجاوز الخدمة الأمنية الشرطية والمرورية إلى الخدمة الإنسانية والاجتماعية، وينهض بأدوار لم تكن معهودة في عمل الشرطة سابقا. اليوم يسطر كل النشامى في جهاز الأمن العام حكاية المجد لهذا الوطن، رجالا ونساء، ضباطا وضباط صف وأفراد، في الحضر والبادية، في كل بقعة من هذا الوطن الكبير، بين أهله ومع ضيوفه، وأينما رفرف العلم في سماء هذه الأرض يتنوع العمل بينهم ويتقاطع في لوحة عنوانها أردن آمن مطمئن. يقدم جهاز الأمن العام خدماته في مختلف القطاعات، إذ تغرس بذور المهنية والاحترافية في ميادين التدريب الشرطي المتخصص، وتعزز في ميادين العمل والواجب، وتتشكل شخصية مرتبات الأمن العام مع تواجدهم في مواقعهم المختلفة، وتتضح لديهم يوما بعد يوم غايتهم ومهمتهم. فهم ارتدوا زي الأمن العام، وزينوا جباههم بشعاره كي يكونوا مقدمين للخدمة، يؤمنون أن العمل الشرطي شرف لخدمة الوطن، وقوة لتحقيق سيادة القانون وإنفاذ أحكامه الناظمة للحياة. ينظمون السير على الطرق، يسارعون لتلبية النجدة، يحققون في شكاوى المواطنين، يلاحقون المجرمين، ويساندون القضاء في تحقيق العدالة والانتصار للحقوق. يقدمون خدمات عدة تسهل على المراجعين إجراءاتهم، وتتجلى إنسانيتهم في حرصهم على حماية الطفل والمرأة، وتبني مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه الأسر والأحداث، وينهضون بدور كبير في إصلاح وتأهيل من أخطأوا بحق أنفسهم ومجتمعهم، ثقة بأن الخير كامن في كل إنسان. ولأن البوصلة نحو الوطن، فإن الأمن العام مستمر في سعيه لمكافحة الجريمة والتصدي لها، يطور ويحدث في أدوات التعامل معها، يواكب كل جديد في علومها، ويوظف التقنية الحديثة في الرقابة والتحقيق، ويبني المهارات والقدرات لدى العاملين في البحث الجنائي والأمن الوقائي ومكافحة المخدرات. يضطلع بمهمته الاجتماعية والأمنية في نشر السلم المجتمعي وترسيخ دور المواطنين
في الشرطة المجتمعية ويسهم في توعية المواطنين بشتى الوسائل لتحصينهم من الجريمة والنهوض بمسؤولياتهم تجاه أنفسهم ومجتمعاتهم. يشن حربا على المخدرات، حربا لا هوادة فيها على المروجين والمهربين الذين يتاجرون بمستقبل أبنائه بشرورهم وسمومهم المخدرة. وفي هذه الحرب يتحد شرفاء الوطن ويتجلى التعاون بين الأمن العام والقوات المسلحة وقوات الدرك بعمليات مداهمة نوعية تضع حدا لنشاط أولئك المجرمين. وفي هذا الميدان وغيره من ميادين الواجب المقدس تبذل الأرواح والدماء ويزف الشهداء إلى جنات الخلد أحياء عند ربهم يرزقون. لم تنتهي حكاية مجدك يا أردن، ولن تنتهي ما دامت هذه الأجساد تنبت من أرضك الطهور، وفي العروق دم يشتاق أن يروي ترابك المبارك، وفي الصدور أنفاس تتردد من نسيمك الطيب، وعلى الأكف أرواح حملناها في سبيل عليائك. دمت وطني ودام عزك وعاش المجد فيك، ولشعبك ودام عالمك خفاقا تحت قيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله وأعز ملكه. يعني الله يقوي دائما أجهزتنا الأمنية اللي تحرص دائما وأبدا على أمن وأمان هذا البلد. عموما يحتفل جهاز الأمن العام ونظرائه بالبلاد العربية بيوم الشرطة العرب، واختير يوم أمس 18-12 من عام 1972 لغاية هذا اليوم للاحتفال بالشرطة ودورهم الكبير في خدمة الوطن وأمن وأمان الوطن. فهذا التاريخ هو أول اجتماع لمدراء وقادة أجهزة الشرطة والأمن في الدول العربية. مثل ما حكينا لكم اليوم ينضم لنا العميد عبيد الله المعايطة مساعد مدير الأمن العام للعمليات للحديث عن هذا اليوم المميز. باشا يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وصباح جميع مستمعينا ومشاهدينا عبر هذه الشاشة، شاشة الوطن التلفزيون الأردني. يعني باشا بداية نقول لكم كل عام وأنتم بخير وكل أجهزتنا الأمنية يا رب بألف خير. يوم الشرطة للعرب هذا اليوم اللي تقام هذه الاحتفالية من عام 1972، خلينا نتحدث أكثر عن هذا الدور ودور الشرطة أيضا في يعني بأجهزتنا الأمنية وبالأمن العام. حقيقة هذه المناسبة هي مناسبة عزيزة على قلب كل عربي بالدرجة الأولى، وهذا اليوم هو يوم شرطة العرب كما أطلق وسمي منذ ذلك التاريخ كما ذكرت من عام 1972 عندما اجتمع قادة الشرطة والأمن العرب في مدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان هناك توافق ما بين جميع القادة أن يكون هناك برامج تشاركية وتدريبية حتى تخدم مصلحة أبناء الشعب العربي على امتداد الوطن العربي، على اعتبار احنا مكوناتنا الاجتماعية سواء كانت ثقافية أو اللغة عاداتنا قيمنا هي قيم مشتركة، وبالتالي ما يحتاج المواطن العربي هو بشكل مشترك ومتجانس. بالتالي كان هناك كثير من البرامج التوعوية والبرامج التدريبية اللي بتعزز دور الشرطة وبتقدم الخدمة الأمنية المناسبة واللازمة لأبناء الوطن العربي على امتداده. وأيضا احنا في الأردن بشكل خاص احنا جزء من هذه المنظومة وجزء من هذه القيادات الأمنية، فبالتالي منذ ذلك التاريخ ونحن نحتفل سنويا بهذه المناسبة ونقدمها ونراعي فيها كل ما يقتضي مصلحة الوطن الأردني بشكل خاص والمصلحة العامة لأبناء الشعب العربي. يعني باشا إذا إحنا بنتحدث عن دور الشرطة بضمن جهاز الأمن العام، يعني دائما بحس لسه ما زال حتى هذا اليوم في تساؤلات عديدة للأقسام اللي بتم تحتها وإدراجها ضمن مظلة الأمن العام. فخلينا نتحدث عن دور الشرطة كجزء من منظومة الأمن العام في الأردن ومساعدته في حماية أمننا وأمان بلدنا العزيز. حقيقة جهاز الأمن العام جهاز عريق
ومنذ تأسيس هذه الدولة ونحن نلعب بالأمن والاستقرار، وهذا لا يتأتى إلا من خلال الإجراءات والمهام التي يقوم فيها جميع الأجهزة العسكرية والأمنية. ومن ضمن هذه المنظومة الأمنية هو جهاز الأمن العام. جهاز الأمن العام جهاز خدمي بالدرجة الأولى، يسعى ليقدم الخدمة بشكل عام للمواطن، ونحن نعمل ضمن شعار الشرطة في خدمة الشعب، وهذا خير دليل على الدور المطلوب من جهاز الأمن العام. أيضا جهاز الأمن العام يعني بتوفير المساحة الآمنة من الأمن والاستقرار لجميع أبناء هذا الوطن ولجميع من يقيمون على أرض هذا الوطن، حتى ينعم هذا الوطن وأبناءه وكل من فقد الأمن والاستقرار أيضا في وطنه. وهذا الوطن بشكل عام المملكة الأردنية الهاشمية منذ التأسيس وهي موئل للعرب وموئل للأحرار، وبالتالي ما يقدم هو يستحق جميع من هم على أرض هذا الوطن، سواء كانوا من أبناء هذا الوطن أو ضيوف هذا الوطن. يعني باشا، أيضا جهاز الأمن العام نتحدث عن خطة مستقبلية عنه، يعني إحنا في الوقت الحالي عم نشوف تقدم كبير على كافة الأصعدة الحمد لله، ويعني أجهزتنا الأمنية دائما وأبدا وخاصة جهاز الأمن العام دائما على يقين بكل الأمور والأحداث اللي بتصير، فدائما في تطور ودائما يعني للأسف خلينا نحكي هناك بعض ضعف النفوس اللي بيحاولوا يهزوا أمن وأمان هذا البلد. إلى أين وصل جهاز الأمن العام الآن؟ وخلينا نتحدث عن الخطط المستقبلية ضمن هذا الجهاز. جهاز الأمن العام هو جهاز عصري ابتداء، وجهاز يعمل بشكل مستمر على تطوير ذاته ويستجيب بشكل مستمر أيضا لما يحصل في العالم بشكل عام من تطور وانفتاح. هذا الجهاز موجود ليقدم خدمة كما أسلفت، وبالتالي جميع استراتيجياته وخططه الأمنية هي موجودة لتحقق الغاية والأهداف بتوفير الأمن والاستقرار لهذا الوطن وللمواطن هذا الوطن. أيضا لدينا كثير من البرامج التوعوية والتدريبية التي يتم تقديمها لأبناء هذا الجهاز حتى يبقوا بمصاف الدول الأخرى التي طرقت أبواب التقنية والتكنولوجيا. وجهاز الأمن العام أيضا من الأجهزة الذي بشكل مستمر يسعى لتطوير ذاته وأيضا يتبادل الخبرات سواء كان على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، وبالتالي هو يستند لمنظومة أهداف قابلة للتحقيق حتى تحقق الغاية أن يبقى وطننا دائما واحد أمن واستقرار، وأن يبقى أيضا وطننا عصي على كل من تسول له نفسه العبث وزعزعة هذا الوطن. هذا الوطن هو موجود وقائم وسيبقى بعون الله، وأيضا هاي توجيهات قيادة هذا الوطن، توجيهات سيدنا بشكل مستمر أن تبقى دائما الأجهزة بمستوى عالي من الحرفية والمهنية حتى تحظى بثقة أبناء هذا الوطن ومواطنينا وضيوفنا، وأيضا أن تعزز الدور المطلوب منها مع بقية الأجهزة الأخرى ضمن المنظومة الأمنية حتى يبقى دائما مواطننا يتحرك أينما يشاء ضمن مساحة هذا الوطن بأمن واستقرار، وأن لا يقلق على شيء، وإن شاء الله دائما سنكون جند هذا الوطن والمدافعين عنه بشكل مستمر حتى تبقى راية هذا الوطن خفاقة بعون الله بقيادة جلالة سيدنا، ويبقى دائما مواطننا قرير العين بكافة فئاته شيوخه ونساء وأطفال إن شاء الله. يعني بما أنه عم نتحدث أيضا عن أمن وأمان هذا البلد، عادة في فترة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية الآن دائما وأبدا نرى الأمن العام يعني بتشددوا وبتقوموا بتعزيز القوات الأمنية في كافة أرجاء المملكة، فهل هناك خطة معينة إن شاء الله لهذا العام بمناسبة حلول الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية إن شاء الله؟ كما تعرف أختي العزيزة إحنا في هذا الوطن، هذا الوطن للجميع، وهذا الأردن هو الأردن المتسامح المتآخي مع جميع أبنائه وجميع مكوناته. نعم. وبالتالي نحن في هذا الوطن أيضا كجهاز أمن عام جهاز مقدم خدمة وعلى مسافة واحدة من جميع مكونات هذا المجتمع على اختلاف مشاربه، ولذلك إحنا كل عام تحتفل الطوائف المسيحية، وليس هذا العام الأول، كل سنة من كل عام تحتفل الطوائف المسيحية بأعياد الميلاد المجيد، وأيضا يحتفل أبناء هذا الوطن برأس السنة الميلادية، وبالتالي ستكون دائما هناك مساحات الوطن كاملة آمنة ومستقرة حتى ينعم أبناء هذا الوطن وأبناء جميع الطوائف المسيحية وأبناء مكونات هذا المجتمع بأمن وأمان. ونحن في جهاز الأمن العام كما أسلفت إحنا جزء من المنظومة الأمنية التي تعمل على توفير هذا الأمن والاستقرار، وإن شاء الله سنكون موجودين وحاضرين في
وجدان كل مواطن وعلى الأرض أمام عين أيضا كل مواطن حتى يبقى دائما وطننا زي ما أسلفت عصي ويبقى واحد أمن واستقرار حتى الجميع ينعم ويتحرك ويحتفل ويبتهج بهذه المساحة الآمنة واللي ستبقى إن شاء الله موجودة طالما حيينا في هذا الوطن إن شاء الله. آمين يا رب. يعني نهاية باشا، مديرية الأمن العام أطلقت مؤخرا مبادرة جديدة وهي مبادرة فتبينوا. لماذا جاء إطلاق هذه المبادرة؟ وهل هناك أي شيء خلينا نحكي على توقيتها مثلا؟ وهل لاقى تفاعل من المجتمع؟ عم نشوف طبعا الشعار الموجود الآن على شاشتنا لهذه المبادرة. حقيقة مبادرة فتبينوا هي جاءت حتى تعالج جزئية أصبحت موجودة في مجتمعنا، وجللت أيضا سيدنا أشار لهذه الملاحظة اللي هي ما يرتبط بمواقع التواصل، ما يرتبط بأيضا الإشاعة، وما يستمد المواطن في بعض الأحيان معلوماته ومعرفته من جزئية محددة. نحن في هذا الوطن، هذا المجتمع اللي أصبح مجتمع متميز على مستوى الإقليم وأيضا على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم، يشير دائما إلى العلاقة اللي موجودة ما بين المواطن والقيادة، وأيضا دور القيادة، ونحن ننعم بهذه القيادة واللي هي القيادة الأميز على مستوى الإقليم والعالم، القيادة الهاشمية الحكيمة التي استطاعت أن تبني أواصر الود والعلاقة اللي المتجذرة ما بينها وبين أبناء هذا الوطن، أيضا أبناء هذا الوطن المنتمين لتراب هذا الوطن والذين يعملون أيضا بوعي وإدراك، أيضا أجهزتنا التي تتميز بحرفية ومهنية. هاي المكونات الثلاث استطاعت أن تحافظ على هذا الوطن، ولكن في بعض الأحيان وبين الحين والآخر تظهر بعض الإشاعات المقيتة التي تؤجج بعض المشاعر أو تشير إلى تفتيت الجبهة الداخلية أو تشير لبعض الأمور التي هي أصلا غير موجودة في وطننا. لذلك جاءت هذه المبادرة وسعت أيضا لها مديرية الأمن العام وتناولتها في جميع المنابر حتى تبقى دائما متواصلة وعلى مسافة واحدة مع جميع أبناء هذا الوطن. وأيضا ديننا السمح أشار أنه أيضا أنه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وبالتالي الاستبيان والمعرفة والاستدلال هو خير دليل حتى لا نقع في المحذور لا قدر الله، وجميعنا إن شاء الله سنبقى في هذا الوطن وبجهاز الأمن العام، الجهاز الخدمي والجهاز الإنساني والجهاز الحرفي والمهني والمتصل على الدوام وعلى مدار الساعة في أبناء هذا المجتمع وأبناء هذا الوطن إن شاء الله. جهودكم مشكورة باشا، ويعطيكم ألف عافية، ودائما وأبدا يعني دعواتنا وصلواتنا لهذا البلد أن يبقى دائما بلد الأمن والأمان، وما نشوف غير الاستقرار، ويعني نبعد كمان عن كل من يحاول زعزعة هذا الأمن. ومثل ما تفضلت باشا، أيضا أحيانا نشر الإشاعة ممكن أن تكون سبب في هذا الشيء، وأيضا أحيانا ممكن أن تتدخل في عمل أجهزتنا الأمنية. فأشكرك، تفضل. الله يبارك فيك وشكرا لك، وإحنا أيضا سعيدين جدا إحنا كنا مع كل يوم في هذا البرنامج، وأيضا من خلال هذا البرنامج بوجه أيضا رسالة شكر للتلفزيون الأردني، وأيضا بنبعث برسالة تقدير لمواطننا واعتزازنا جميعا في قيادتنا الحكيمة بإذن الله إن شاء الله أن تبقى مستمرة على رأس هذا الوطن، وأن تبقى دائما هي محط أنظار الجميع والهادي لنا جميعا إن شاء الله. العميد عبيد الله المعيطة، شكرا جزيلا لوجودك معنا ودائما مغلبكم معنا، تحياتنا لإلك، يعطيكم العافية. فاصل قصير ونستمر ببقية حلقتنا، خليكم معنا.